زوجتي وأميلي إلى هنا، ألم تنتهي العقوبة؟ رجاءً سيدة القبطانة، أنت مهتم؟ طبعاً أنا أهتم، عندما تكون زوجتي الحبيبة وابنتي تتألمان، طبعاً. إذاً سأسمح لكما في رؤيتهما. وأنا واثقة أنهم سيغادرون الميناء غداً. يجب أن أخرج من هنا قبل الغد. إنهم حقاً أطفال مزعجون. طيبان يا أم، لماذا يحبسوننا في هذا المكان؟